طبعا هي اول مره الجامعه الفنون التطبيقيه بتعمل عمليه مسابقات لطلبه المدارس الثانويه. الحمد لله كانت يعني فرصه طيبه ان نشوف الوجوه الجميله من المدارس ونشوف طلابنا المهارات اللي حصلوا عليها، فعلا ثقه بالنفس، قوه الشخصيه، الروح القياديه، الابداع. فهي الشغلات المهمه جدا بهالايام انه الطالب يكون عنده مهارات مش فقط اختصاص، وهي الشغلات اللي مركز عليها فعلا في الجامعه حتى بدنا طلابنا ياخذوا اختصاص طبعا متميز، بس بدنا اياهم يحصلوا مهارات مهمه في عمليه التواصل والابداع والبحث العلمي والنقد. سيكون هذا يعني مسابقات سنويه في كل سنه وفي عده مجالات، راح يكون مجالات اكثر، لانه كان عندنا 5 مجالات، في المستقبل راح نوصلهم تقريبا لحدود 10 باذن الله. لما نحن سعيدين جدا يعني المستوى المشرف اللي شفناه من طلبة وطالبات مدارس مملكة البحرين، كان في تنوع في المسابقات المطروحة، تنوع أكبر في مستوى المهارات اللي شفناها. للأمانة يعني إحنا يمكن أثناء الحفل ذكرنا المستوى اللي تم تقديمه ما كان ينم عن مستوى طلابي، وإنما شفناه كمستوى يعني ناس محترفة وكأنما هي ناس مختصة في هذا العمل. للأمانة مثل هذه النوعية من المسابقات نشعر بالفخر إن إحنا خذينا يمكن الريادة وخذينا المبادرة بإن إحنا نقيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع بعض المدارس الخاصة، نتبنى من خلالها مجموعة من الطلبة من ذوي المهارات اللي فعلاً وجود مثل هذه المهارات والخبرات المكتسبة راح يفيدهم كثير في مستقبلهم. بالنسبة لأداء الطلبة كان صراحة أداء أكثر من رائع، يعني أبدو أو وجدنا المواهب ما نقول المدفونة ولكن التي اكتشفتها الجامعة العلوم التطبيقية من خلال هذه المسابقات. شكر موصول لإدارة الجامعة وللطلبة المشاركين، كانوا أمانة على قدر الثقة وحاصلة على المركز الثاني مع المجموعة اللي معاي. طبعا سعيدة جدا بمثل هذه المشاركة اللي نظمتها جامعة العلوم التطبيقية اللي عرفتنا على أنظمة المحاكم في البحرين وخلتنا نعيشها واقعيا. وشكرا وطبعا شكر موصول إلى الدكتور غيث والزملاء اللي معاي والتوجيهات اللي عطونا إياها. المناظرات فيها ان الشخص يكون عنده قدره على الاقناع، فهذه المناظرات لاني اشترك فيها راح تساعدني مستقبلا ان يكون عندي قدره على اقناع الشخص اللي قدامي. ان ممكن تبي تقنع مريض مثلا بانه يخضع الى علاج معين مثلا لان هذا العلاج مفيد له، فانت تحتاج انك تقنعه. نفس الشيء في المجالات السياسيه او المجالات الثانيه. My competition was Bloomberg, and overall it was an amazing experience learning about all those different topics that as a student who's just come out of graduation has never learned. It was a huge eye-opening experience for me because now that we're into this now we're in this world, this is our opportunities, you know, like everything's online now and it's all mostly finance. So learning about the different ways to invest in stuff, what to invest in, was a huge experience for me and was incredible.